أهلا بكم. ما دوافع ارتكاب جرائم القتل الجماعي في العراق منذ احتلاله عام 2003؟ من يقف وراء منهجية المقابر الجماعية؟ ومن يحاسب مرتكبي هذه الجرائم، جرائم القتل الجماعي في بلد تتسيده الميليشيات الطائفية؟ وماذا يعني أن تبسط الدولة وقواتها الأمنية وميليشياتها المدعومة من إيران نفوذها على مناطق بعينها، حيث يعثر على مقابر جماعية فيها لمواطنين عراقيين، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد المرور بعدة سيطرات أمنية؟ لماذا يغيب القضاء العادل الذي يسجل تلك الجرائم ضد مجهول؟ ولماذا لا يلتفت العالم لجرائم يندى لها جبين الإنسانية تحدث في العراق ولا زالت، ومقابر جماعية تحتضن رفات مواطنين عراقيين أبرياء تظهر بين فترة وأخرى منذ احتلال العراق عام 2003، وليس آخرها ما حصل للمغدور عبد الله الشمري الذي عثر على جثته في مقبرة جماعية في دائرة الطاقة الذرية بمنطقة جسر ديالى؟ نضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء منهجية المقابر الجماعية وجرائم القتل الجماعي في العراق منذ احتلاله ودوافعها وأسبابها وتداعياتها المجتمعية والسياسية. نناقش هذا الموضوع مع الضيوف الكرام، الدكتور يحيى السنبل أمين سر شيوخ عشائر الثورة العراقية ضيفي عبر سكايب، والأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام نشاهد بداية هذا التقرير. يبدو أن ملف المقابر الجماعية في العراق لا يغلق في محافظة حتى يفتح في أخرى بجريمة ومجزرة جديدة للقوات الحكومية والميليشيات تفجع العراقيين في أبنائهم. أصبح قتل العراقيين ودفنهم في مقابر جماعية من أسهل النشاطات الإجرامية التي تمارسها القوات الحكومية والميليشيات منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق في 2003، في مشهد يروي قصص القتل على الهوية وجثث المرمية هنا وهناك. مقابر جماعية في بغداد تبين مدى الحقد الطائفي، وأخرى في صلاح الدين وغيرها في الموصل والأنبار وديالى. وتلك مقابر اكتشفت إما ما ارتكب من جرائم القتل والدفن بشكل احترافي فلم تكتشف بعد أن بسطت الدولة وميليشياتها المدعومة من إيران نفوذها، أصبحت تمارس جرائمها داخل المؤسسات الحكومية وتتخذ منها مقابر لمن تقتلهم بعد اعتقالهم في السيطرات الأمنية أو خطفهم وتصفيتهم، كما حصل في قصة المغدور عبد الله الشمري الذي عثر على جثته في مقبرة جماعية في دائرة الطاقة الذرية بمنطقة جسر ديالة التي تقع ضمن نفوذ الميليشيات الولائية ولا يمكن الوصول إليها إلا بعد المرور بعدة سيطرات أمنية. مقبرة يعني جماعية تكيا جملي قدام وكرك موجود هناك يحفرون ويدفنون زين، يعني حفرة هناك طلعوا هم جثة. ما تزال القوات الحكومية تمارس استهداف المواطنين وتمارس قتلهم دون رادع في مختلف مدن العراق، ولا سيما التي تخضع منها لسيطرة الميليشيات بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق. فيما أدان مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية حملات الإبادة والقتل الجماعي ضد أبناء العراق على أسس طائفية. استمرار الجرائم والانتهاكات في العراق يشير إلى سيطرة الميليشيات الموالية لإيران بشكل كامل على الدولة، مع تواطؤ القضاء الذي يسجل تلك الجرائم ضد مجهول وسط صمت دولي لا يعير أي اهتمام لدماء العراقيين. أبدأ معك أستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ مجاهد، ظاهرة المقابر الجماعية بدأت منذ احتلال العراق عام 2003، قتل العراقيين دون رادع على هذا النحو، مقابر جماعية تظهر بين الفترة والأخرى على مدى 20 عاما ولا زالت هذه المنهجية، يا ترى ما دوافعها من وجهة نظرك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. طبعا ظاهرة القتل هذا يعني ظاهرة موجودة منذ قبل الاحتلال وبعدها، لكن هناك اختلافات في النهج وطريقة التعاطي مع هذه يعني هذه الجريمة، سواء يعني كان بعد عام 2006 والحرب الطائفية كان هناك
استهداف طائفي مثلا من قبل جميع الميليشيات الطائفية سواء القاعدة أو الميليشيات الشيعية الأخرى التي كانت تستهدف بعضها بسياق يعني الحرب الأهلية التي كانت في تلك الفترة من أجل خلق حالة من العزل الاجتماعي بين المكونات. يعني كان هناك فكرة المحاصصة السياسية كانت بين النخبة السياسية من أجل أن تهبط هذه الفكرة إلى القاع الاجتماعي كان لابد من استهداف المجتمع عن طريق القتل. فكان هناك مرت بهذه المراحل، كان هناك جثث تلقى بالشوارع، هذا أيضا أسلوب في القتل لكن ليس عبر مقبرة. بعد عام 2014 واحتلال داعش للمدن أيضا استهدفت مثلا في مقبرة الخسفة في الموصل، هناك مقابر أيضا أخرى استهدفت أطباء مهندسين أي من يعترض عليها من أي كفاءة حتى مرشحين انتخابات وعناصر أمنية كذا. لكن بعد التحرير أيضا أتت الميليشيات واستخدمت نفس الأسلوب، لكن هنا هذه الأساليب التي تعتبر من قبل فواعل لا دولتية وهي تطبق هذا النهج من أجل فرض نفسها على المجتمع لأنها يعني لا شرعية لها في الدولة ولا شرعية لها في المجتمع، تستخدم حالة إرعاب المجتمع من أجل فرض نفسها. لذلك هذه هنا الدولة، ما دور الدولة هنا؟ الدولة هي التي لابد أن تتعاطى مع هذا النهج وتضع حد له. عندما تكتشف أي مقبرة جماعية في مناطق، على سبيل المثال مناطق الجنوب العراقي التي كانت يتهم فيها نظام البعث السابق، أو مقابر التي كانت مسيطرة عليها من قبل داعش، تفتح مباشرة ويلعن نظام البعث ويلعن إرهاب داعش. لكن عندما يعثر على مقابر جماعية لمجموعة من الميليشيات لم تصلها داعش هذه الأماكن، يتم غلق المنطقة وتأجيل فتحها لأن هذه المنطقة تعتبر يعني إذا ما تم فتح هذا الملف سيفتح ملفات أخرى. يعني هناك ارتباط ما بين ملف المقابر الجماعية وملف المخفيين قسرا. أسلوب المقابر الجماعية أستاذ مجاهد هو أسلوب يرى الكثير من المحللين والمراقبين بأنه أسلوب أمريكي بامتياز، أن أمريكان بعد حرب 91 قاموا بحفر الحفر الكبيرة ودفن الجنود العراقيين وهم أحياء، وبالتالي بعد 2003 ظهرت هذه كمادة ممكن يستفيد منها الأمريكيون في الترويج لموضوع أن هناك عراق جديد وخالي من المقابر الجماعية. فكثير من المحللين يرون أن قضية المقابر الجماعية هي صنع أمريكي بامتياز، ولكن باستعمال ميليشياوي. الميليشيات هي التي تعتبر صنيعة أمريكية، طبعا هذا ما يرى بعض المحللين. يعني وأتحول بالسؤال، اسمح لي، إلى الدكتور يحيى السنبل أمين سر شيوخ عشائر الثورة العراقية. دكتور يحيى مرحبا بك مرة أخرى. قتل العراقيين دون رادع، قتل العراقيين بهذه الطريقة يعني بمقابر جماعية دون اهتمام لرأي عام لرأي دولي، يا ترى هذه الظاهرة بعد 2003 من المستفيد منها، من صانعها؟ أحيي مشاهدي قناة الرافدة وضيفة الكريم الأستاذ مجاهد الطائي. أخي الكريم، كما تفضلت وكما أقر كثير من المراقبين والمحللين بأن منهجية المقابر الجماعية والقتل والإبادة قد وضعتها قوات الاحتلال قبل أن تقوم بعملية الغزو على العراق. لذلك عندما دخلت هذه القوات قد صنفت الشعب العراقي إلى أصناف ومسميات طائفية، وبدأت بجعل جزء من هذا الشعب عدو لها، وأعطت الأوامر لقواتها بإبادة هذا المكون وهو العرب السنة. نحن لا نستحي أن نقول بما وقع علينا كمكون من ظلم كبير من قوات الاحتلال الغازي الغاشم، ومعها إيران جارة السوء، ومعها بعض الأنظمة الحاقدة التي سخرت مخابراتها للتعاون مع إيران والتعامل مع أمريكا ومع كل أشرار الأرض لإبادة
العرب السنة في العراق وتشريدهم وتدميرهم وتهجيرهم وتدمير مدنهم ووضع الحصار على مدنهم وخنقهم وقطع أرزاقهم. كل هذا قامت به القوات الاحتلال الأمريكية وفق منهج مدروس، وجاءت بهذه الأحزاب الحاقدة للثأر والانتقام وفق عناصر قد ارتكبت جرائم جنائية وهاجرت من العراق، ولكنها جمعتهم من المنافي وشكلت منهم ميليشيات وجاءت بهم للانتقام والثأر والقتل. لذلك طوال 20 عاما لم نسمع بأن هناك أسس لبناء دولة ولا وجود لدولة إلا في قواميس النظام الأمريكي الغاشم والنظام الإيراني وبعض الأنظمة الحاقدة التي تطبل لهؤلاء الفاسدين والثأريين والانتقاميين، وتسعى لأن تبقى هذه الميليشيات هي الحاكمة التي تمارس الإجرام. لذلك هناك قاعدة قال: من أمن العقاب فقد أساء الأدب. هؤلاء قد أعطوا الورقة البيضاء من أمريكا ومن أنظمة الحقد المجاورة للعراق في قتل العراقيين سواء من الوطنيين أو من مكون العرب السنة، وأقاموا هذه المقابر الجماعية لقتل أكبر عدد منهم لأنهم يعلمون أن لا مساءلة لهم من أي نظام أو قانون. فالقانون الدولي التي تحميه أمريكا أو التي تسير في ركابها أمريكا قد جعلت من هذه الأمم المتحدة مكتبا صغيرا تابعا لوزارة خارجيتها يقول بما تقول به وزارة الخارجية الأمريكية، فليس هناك أبدا من يتحدث. أما هذه ما تسمى الجامعة العربية فهذه هي جامعة الخذلان وجامعة الغدر والعار والتآمر التي لم ينطلق منها حتى بيان للاستنكار ما يجري في العراق من جرائم. دكتور يحيى، لذلك هؤلاء قد أمنوا العقاب وأساءوا استخدامات بأيديهم في القتل المدني وقتل دكتور يحيى. القوات المحتلة الأمريكية عندما جاءت للعراق وأسست لموضوع المقابر الجماعية بعد أن شكلت الميليشيات وأعطتها الضوء الأخضر لعمليات القتل مثل ما تفضلتم، هنا ما هي المصلحة الأمريكية من جعل الميليشيات تحمل منهجية تنفيذ المقابر الجماعية في العراق؟ أخي الكريم، الأمريكان جعلوا اتخذوا من العرب السنة كأنهم هم العدو الحقيقي في العراق، فعليهم القرار أعطي للميليشيات بإبادتهم ولإيران ولكل القوى الشريرة مع القوات الأمريكية التي مارست أبشع الجرائم ضد المدنيين في المناطق العربية السنية والتي كانت تسميها بالمناطق الساخنة التي واجهت إجرامهم وغدرهم. لم يكن قد جاءوا من أجل تطبيق ديمقراطية كاذبة هي ديمقراطية الدم والقتل ونهب الموارد والثروات. لذلك أمريكا تراها اليوم لا تعي أي اهتمام، لا تعير أي اهتمام لما يجري في العراق من هذه الجرائم. ولكن لو كان وجود أي شيء مقابل هذا في منطقة أخرى أو في ظل نظام آخر لترى أمريكا قد قامت الدنيا وأقعدتها بأن هذا النظام قد ارتكب كذا وكذا. طيب. حتى أن هذا المجرم بوش قد خرج قبل أشهر ليتحدث عن روسيا فأخطأ بذكر العراق مما ارتكبه هذا من هو جرائم بحق هؤلاء نعم. أستاذ دكتور يحيى، اسمح لي فقط أنتقل للأستاذ مجاهد الطائي. أستاذ مجاهد، الميليشيات هي التي من تنفذ عمليات القتل وتنفذ المقابر الجماعية. الميليشيات هذه ولائية مرتبطة بإيران. الأدلة والشواهد تقول بأن الأماكن التي يعثر فيها على مقابر جماعية لا يمكن دخولها إلا بباجات أو هويات لمنتسبي القوات الأمنية وكذلك للميليشيات، وهذا دليل شاهد على ذلك. ترى هل هذا منفصل عن مصالح قوى إقليمية
مصالح قوى دولية؟ يعني لماذا تحديدا الميليشيات الولائية هي من تقوم بتنفيذ أو هي من تتهم بتنفيذ المقابر الجماعية في العراق ضد طبعا مواطنين من ضمن أماكن بعينها؟ طبعا هذه الميليشيات هي لأنها فوق القانون، فوق الدستور، فوق الدولة، لا خطوط حمراء أمامها، هي تبقى ميليشيات محصنة. يعني هذه الميليشيات حصلت على حصانة، يعني هي كانت موجودة قبل فتوى المرجعية، فتوى الجهاد الكفائي، كانت موجودة منذ فترات طويلة لكنها لم تحصل على هذا الغطاء الديني بالفتوى. لكن بعد عام 2014 عندما اقتحمت واجتاحت داعش العراق وإطلاق الفتوى، حصلت على غطاء ديني من المرجعية، حصلت على غطاء قانوني بقانون شرع في البرلمان، حصلت على أموال من الدولة العراقية ومخصصات، حصلت على السلاح من العراق وإيران، حصلت على الزي الرسمي، لكنها بقيت تنتهج نهج ميليشياوي بعيد عن الدولة. إلى الآن هناك معاناة في ضبط هذه الميليشيات، يعني هي تريد أن تكون شبيهة بجهاز مكافحة الإرهاب، ذراع للدولة، لكن هذا الذراع يتصرف بعيدا عن رئيس الوزراء. لذلك هذه الميليشيات تتصرف وفق مرجعيتها العسكرية والدينية المرتبطة بالخارج، وبالتالي هذه الجرائم التي تنفذها تريد أن توصل رسالة من خلالها بأنها لا يردعها رادع، حتى الدولة العراقية ومؤسسات الدولة لا تستطيع حتى فتح الملف. هنا نتحدث عن مقابر جماعية تحتاج إلى تحقيق وتحتاج إلى يعني نوع من الإجراءات. هنا بالمقابل هناك جرائم نفذتها في الأشهر القليلة الماضية أو الأعوام القليلة الماضية، مثل مجزرة الفرحاتية أو نهر الإمام أو الزلاية أو جريمة جبلة على سبيل المثال. هناك يعني جرائم علنية ولم تستطع الدولة وضع حد لهم، أو لم تستطع الدولة اتهام. ممكن أن نقول أن الدولة لم تستطع، أم أن القوات الأمنية مشاركة بهذا العمل؟ هي لم تستطع، ولأنها لا تستطيع لذلك أصبحت متواطئة، لأن إذا لم تتواطأ ستدان. لذلك هي الدولة عبارة عن يعني مجموعة من الأحزاب السياسية التي استحوذت عليها، يعني حتى المؤسسة الأمنية، هناك ولاءات داخل المؤسسة الأمنية، ولاءات داخل الوزارات، ولاءات داخل المتحدثين ومكاتب الوزراء والمدراء العامون. لذلك عملية صنع القرار وإدانة الطرف على حساب آخر لا يسير بسياق الدولة، يسير بسياق الحزبي، حزب معين يريد إدانة حزب آخر. لذلك هذه الملفات جميعها تخضع للابتزاز، ابتزاز سياسي، مناكفات. يعني حتى الآن إذا تشاهد في هذا، يعني ممكن أن يستخدم ملف المقابر الجماعية أيضا للابتزاز السياسي؟ من المؤكد، يعني ليس فقط على المستوى المحلي، يعني لو أرادت الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو أي أطراف دولية بما فيها الاتحاد الأوروبي الضغط على النظام العراقي لإفقاده الشرعية، فقط تستخدم هذه الملفات، فقط ملف المقابر الجماعية وملف المخفيين قسرا من الممكن أن يجعل شرعية النظام في الحضيض. لذلك هذه الملفات تبقى على الرف. إذن هذا دليل على أن الولايات المتحدة هي يعني ليست غض الطرف وإنما مؤيدة لما يجري في العراق. هم يتعاون، يعني على سبيل المثال الأمم المتحدة، الأمم المتحدة في كثير من الملفات، ليس فقط ملفات المقابر الجماعية أو المخفيين قسرا، ملفات حتى في الانتخابات، هي تقوم وكأنها شاه الزور، تقوم بشهادات غير حقيقية، منح هذا النظام نوع من الغطاء والشرعية الدولية، لأن الظرف الدولي ووضع الولايات المتحدة، وضع الإيراني، الوضع الإقليمي، الوضع المصالحات الإقليمية الموجودة حاليا لا يسمح بالضغط على النظام وإفقاده الشرعية أو الضغط عليه، لأنه نظام حقيقة يمر في يعني مرحلة يسير على حافة هاوية. لذلك أي ملف من الملفات من هذا النوع أو غيره من ممكن أن تضغط على هذا النظام، ممكن أن ينهار. لذلك هو الآن حكومة تصريف الأعمال تواكب مرحلة الانسداد، تريد المحافظة على الوضع الراهن لخطورة الانزلاق
نحو فشل الدولة أو الانزلاق إلى الحرب الأهلية. لذلك هذه القوة سواء الولايات المتحدة أو إيران أو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لا تستطيع الضغط على النظام، ولذلك هي تصمت على هذه الجرائم وتتستر وتتواطأ مع القوى الأخرى. طيب أستاذ مجاهد، دكتور يحيى، الأستاذ مجاهد تحدث أيضا وقال فيما يخص المقابر الجماعية وتنفيذ هذه الجرائم هي أحد أهدافها أنها لتخويف المجتمع من أجل فرض السيطرة والنفوذ. هذه الميليشيات هي بطبيعة الحال هي أداة إيرانية. هنا السؤال دكتور، في حال استمرت بعمليات القتل على هذا النحو والمنهجية، هل لهذا الأمر فقط هو خاص بالداخل العراقي فيما يخص نفوذ الميليشيات، أم أن الأمر متعلق بموضوع الاتفاق النووي الإيراني ويتعدى حدود العراق؟ بالنسبة للميليشيات كما هو معلوم إنها تريد أن تأخذ دور الحرس الثوري كما هو موجود في إيران، وإنها تتبع في مرجعيتها إلى ما يسمى مرشد الثورة الإيرانية، وهذا ليس سرا على أحد، وإن الحكومة العراقية أو الحكومات العراقية المتعاقبة هي من أعطت هذا الغطاء والشرعية لهذه الميليشيات. فقامت هذه الميليشيات بهذه الجرائم لأنها قد وجدت إن ما ارتكب من جرائم منذ عام 2003 إلى عام 2020 لم يقوم هناك أي جهة لا دولية ولا عربية ولا إسلامية بمحاسبة هذا النظام أو الوقوف عليه. لذلك هذه العملية أو عملية المقابر الجماعية التي تستخدمها الآن الميليشيات هي عملية للنظام الإيراني في سبيل السيطرة الفعلية على العراق وجعله ممراً باتجاه المناطق الأخرى أو الأقطار الأخرى، وهذا أيضاً كورقة يستخدمها ضمن الملف النووي الإيراني في مفاوضاته. الآن أمريكا تقف متفرجة بعد أن وضعت الخطط كاملة وجهزتها للنظام الإيراني ولميليشياته بارتكاب هذه الجرائم، وهو من يمارس ذلك دون حسيب أو رقيب، وهي الآن تفاوض النظام الإيراني على ملفات منها أن المقابر الجماعية أو السيطرة على المنطقة أو كذا في سبيل تحقيق أهداف أخرى في غايتها، من جملتها هو ما يجري الآن من عمليات تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل. يعني هل هذا الأمر له علاقة دكتور بمشروع الإيراني؟ هل له علاقة بمشروع التغيير الديموغرافي في العراق؟ نعم، التغيير الديموغرافي يجري في ديالى وفي نينوى، والآن على مستوى الأنبار بعد أن وجدوا من هؤلاء الأقزام السياسيين السنة من يمنحهم مئات الدونمات في هذه الأراضي ويقومون ببيعها الآن في مناطق كثيرة في الرمادي والفلوجة وفي المنطقة الغربية. وجدوا هذا الشيء ووجدوا من يتعاون معهم. وبغض النظر عن ذلك، فإن إيران الآن قد وضعت مخطط لطريق يربط طهران بالبحر الأبيض المتوسط إلى بيروت، وهذا موجود من خلال السيطرة التامة ونقاط السيطرة في جرف الصخر وفي عكاشات القائم وفي غيرها وصولا إلى بيروت. لذلك هذه العملية هي عملية ممنهجة ووفق مخطط ترعاه سواء إيران ومن يساندها وبرعاية أمريكية واضحة، بل هي من وضع هذا المخطط جميعه من أجل الانقضاض على العراق كقوة كانت يحسب لها حساب في المنطقة. أستاذ مجاهد، المقابر الجماعية في صلاح الدين، في الأنبار، في الموصل، لماذا فقط تنتشر المقابر الجماعية في مناطق بعينها؟ يعني الدوافع مثل ما يرى الكثير من المحللين هي دوافع من أجل التغيير الديموغرافي، في غالبيتها تحمل صبغة طائفية. ترى الغايات السياسية من تنفيذ هذه المقابر
ذكرتم تخويف المجتمع، ولكن لابد من تداعيات لها سياسية. هنا موقف سياسي السلطة من هذه المقابر، كيف تصفه؟ يعني كما قلت لك، الميليشيات هي فوق القانون، هي بنت لنفسها حصن مقدس منيع لا يمكن أن يتعرض له أحد. لذلك جميع القوى بما فيها الدولة، يعني الدولة العراقية عندما تسمع لكثير من التهم التي توجه لهذه الميليشيات أو تلك، حتى فيما يتعلق بملف الاعتداء مثلا على القواعد الأمريكية أو ملف الاحتلال وإطلاق الصواريخ على مقرات المسؤولين أو مهاجمتهم، تجد المبررات عندما تجمع تلك المبررات، تسمع هؤلاء حاربوا داعش، هؤلاء أبنائنا، هؤلاء جزء من القوى الأمنية، هؤلاء يعني مبررات، وكأنهم يتواطؤون بطريقة أو بأخرى، أو وكأنهم خائفون، لأن يدركون، يعني إذا نرجع بالذاكرة إلى في فترة انطلاقة حكومة الكاظمي، وعندما جمع الكاظمي كثير من الملفات وأراد حلها لجزء من عملية إعادة التوازن ما بين الولايات المتحدة وإيران، تعرض الكثير من ضباط المخابرات العراقيين للقتل، ما يشير بشكل واضح إلى نوع من الخوف لدى الكثير من القطاعات الأمنية من هؤلاء الميليشيات، لأن هؤلاء الميليشيات تتصرف بعيدا عن سياق الدولة، هي جزء من الدولة لكنها تتصرف بدون رادع. يعني حتى على سبيل المثال الجرائم التي ترتكب في اغتيال مثلا هشام الهاشمي، هو عنصر تابع للدولة قام بالاغتيال، حادثة الجبلة وقتل المواطن وعائلته، قوى أمنية قامت بإرسال معلومات خاطئة وبالتالي نفذت الجريمة. لذلك جميع هذه الجرائم بطريقة أو بأخرى ترتبط ارتباط مباشر بالأجهزة الأمنية. فهذه القوى التي سألتني عنها، أو ممثلي المكون السني أو ممثلي المكون الشيعي أو الذين يتبنون نهج الدولة، لا يستطيعوا مواجهة هذه الميليشيات، لأن مواجهة هذه الميليشيات قرار ليس قرار بيد الدولة العراقية ولا بيد الحكومة، مواجهتهم قرار مرتبط بيد إيران. يعني مواجهة هذه الميليشيات هي مواجهة للمصالح الإيرانية، هذه الميليشيات تعمل على حرس خاص للمصالح الإيرانية في العراق، فأنت عندما تواجه هذه الميليشيات أنت وكأنك تنزع السم من الحماية لهذه المصالح الإيرانية. لذلك إيران تمنع ولا تسمح بأي شكل من الأشكال مواجهة هذه الميليشيات التي تعتبر حليفة لها أو موالية لها. نعم. دكتور يحيى، العشائر العراقية كيف تنظر إلى عمليات القتل الجماعي لأبنائها على يد ميليشيات ولاؤها لإيران؟ العشائر حتما تراقب ما يجري لأبنائها من استهداف وقتل ممنهج، بل هناك مئات الآلاف ممن غادروا العراق، وهناك مئات الآلاف في مخيمات النزوح، وكل ذلك يجري أمام أنظار العالم دون أن يحرك ساكنا، وأمام حكومة وقانون قد فصل على مقاسات هذه الأحزاب وميليشياتها، ولكنها لا بد من وقفة جدية وشجاعة للوقوف بوجه هؤلاء العصاة، هؤلاء المارقين الذين يمارسون جرائمهم في وضح النهار دون رادع أو حسيب. لذلك العشائر العراقية كانت تسعى منذ البداية إلى إقرار قوانين حقيقية في سبيل الوقوف بوجه هذه الجرائم، ولكن قد خذلت من هؤلاء السياسيين الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية ومصالحهم الحزبية، وجعلوا الأمور تصل إلى ما تصل إليه، وهم يرون الآن إن شاء الله حالة الانهيار لهذا النظام الفاسد ولهذه الطغمة الفاسدة التي ارتكبت كل الجرائم وأبشعها تحت أنظار المحتل الأمريكي وتحالفه مع إيران وأدوات الشر الأخرى في المنطقة. ولكن
هذه العشائر لن يضيع لها حق بإذن الله، وفي وقتها لكل حادث حديث. أستاذ مجاهد، هذه الجرائم تحدث في العراق والأجواء السياسية كما نراها مشحونة، تجاذبات وصدامات وتنافس وتهديدات وتسريبات، الكثير من وصراعات على المناصب والنفوذ، الكثير من المقابر الجماعية، الكثير من الجرائم ترتكب، حتى أن عمليات الاغتيال لضباط ومنتسبي داخل القوات الأمنية بين فترة وأخرى نشهد يعني خبر عن شنق نفسه وقتل نفسه ووجدوه مقتولا، وجدوه مشنوقا، والكثير من المراقبين والمحللين يرى بأن هذه عمليات اغتيال تحدث ولكن بصبغة أخرى لإبعاد الشبهات. ترى هل سنشهد الكثير والمزيد من الفوضى من عمليات القتل الجماعي، من عمليات الاغتيالات في ظل هذه الأجواء المشحونة من أجل المناصب والمنافسة عليها؟ يعني إلى الآن الظرف السياسي يعني والقوة جميعا لم تصل إلى هذه النقطة. يعني هناك حتى الأطراف السياسية، يعني لاحظنا قبل أشهر هناك كان صدامات ما بين ميليشيا العصائب والتيار الصدري، خلافات في بعض المحافظات، لكن هذه الخلافات تم حصرها وتم معالجتها عشائريا وحزبيا وانتهت يعني مرحليا. لكن الخلاف السياسي الأساسي هو مستمر، لكن إلى الآن جميع القوى السياسية الشيعية تحديدا تخشى من الوصول إلى هذه المرحلة. قد تحدث لكنها بشكل محدود ويعني في مناطق معينة. لا تستطيع هذه القوى أن تخالف يعني الإصرار الإيراني والتهديد الإيراني بالمحافظة على السلم. إيران ترى مصلحتها في وحدة البيت الشيعي وعدم الصراع في هذه المرحلة. إيران بزيارة قاآن الأخيرة يعني حسب التسريبات قام بتهديد العديد من الشخصيات وتحذيرهم من أن الصدام سيؤدي إلى كذا وكذا، وهو يعني استهدافهم شخصيا أو استهداف أحزابهم، لأن المصالح الإيرانية تقتضي أن تحافظ على السلم الأهلي وتحافظ على المصالح في هذا التوقيت الذي يمر في قمة يعني النفوذ الإيراني. في زمن المالكي كان هناك يعني فوضى أمنية رهيبة. يعني هل يا ترى فعلا أن من مصلحة إيران السلم الأمني في العراق أو السلم الأهلي؟ في تلك المرحلة كانت إيران تحاول بناء وصناعة النفوذ. السياق هنا يختلف. كانت إيران تسعى لبناء النفوذ بشكل كبير. الآن بعد تقريبا 19 عاما إيران بنت النفوذ واستقرت المصالح، وسياق المفاوضات النووية اختلف عن سياق ترامب وسياق بايدن. بايدن يريد وإيران تريد والولايات والمملكة العربية السعودية والعراق، الجميع يبحث عن التهدئة. لذلك ملف الأمن تحول من أن يكون ورقة تفاوضية بيد إيران واستقرار العراق ورقة تفاوضية بيد إيران، إلى هنا إلى عملية معاكسة. المحافظة على الاستقرار هو الورقة التفاوضية، المحافظة على الاستقرار هو الذي سيوصل إيران إلى مفاوضات سليمة وبالتالي تحقيق مصالحها. لذلك هنا السياق اختلف، وكلما اختلف وحافظت إيران على الاستقرار هو أفضل للعراق طبعا، لكن متى ما تعقدت وتوترت سياق المفاوضات والعلاقات قد إيران تفعل ملف الأمن من جديد وتعبث بأمن العراق. طيب دكتور يحيى السنبل، لماذا كلما اختلف الغرب مع إيران قامت إيران بأذية المواطنين العراقيين، سواء بالمقابر الجماعية، سواء يعني الحرب النفسية، بالاعتقالات؟ هذا الضغط يعود بمنفعته إلى من؟ يعني ما الغاية منه؟ لماذا العراق يكون دائما هو المتضرر الوحيد من أي خلاف إيراني غربي؟ أريد أن أعقب على كلام أستاذ مجاهد الطائي. إيران لا تبحث عن السلم الأهلي في العراق،
هي تريد أن تستقر العملية السياسية على وضعها وأن يتقاسم هؤلاء الفاسدون المغانم مع استمرار الجرائم على الشعب العراقي بدون حسيب أو رقيب. هي لا تبحث عن السلم الأهلي ولن تحقق السلم الأهلي للعراقيين، هي تريد أن يكون هناك سلم بين هذه الأحزاب الفاسدة الميليشياوية التي تمارس الإجرام وتتبنى عملية تقاسم الموارد ورهن القرار السيادي للعراق بيد إيران. أما في محاولة استهداف العراقيين، نعم أمريكا هي من وضعت كل الحجج الكاذبة من أجل أن تستهدف العراقيين ولتدمير العراق. ليس فقط في المقابر الجماعية كما تعلم دكتور، في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط في المقابر الجماعية، في المفخخات ينعكس مع هذه، مع حاول أن تجمع العراق هو ساحة الصراع سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع غيرها، في وقت أن إيران قد منحت تفويضا كاملا من أمريكا ومن الدول الأخرى بممارسة كل الإجرام بحق العراقيين أو للثأر والانتقام منهم، عن سواء عن حرب الثماني سنوات أو لشفاء غليل أولئك الحاقدين من الذين مارسوا كل أنواع الحصار على العراق. لذلك هذه إيران تجعل من العراق ساحة لتصفية الحساب مع أمريكا، لأن أمريكا بعد احتلال العراق وبعد هزيمتها في أفغانستان لا تريد أن تقوم بأي عمل عسكري في مواجهة سواء إيران أو غيرها. لذلك أيضا هي ترغب بأن تكون الساحة بتصفية العراقيين وخصوصا الوطنيين التي يقفون بوجه مشاريع إيران وأمريكا في العراق. أستاذ مجاهد، يعني العراق بحسب ما يصفه البعض أنه تم تغييره كليا إلى عراق نازحين وعراق مهجرين وعراق مستهدفين سواء بالمقابر الجماعية أو بالاعتقالات، عراق سجون، عراق معتقلات. ترى كيف تنظر إلى المستقبل على المدى المنظور في ظل هذا الضغط الغربي على إيران وفي ظل نجاح مفاوضات وفشل مفاوضات، دائما العراق هو الذي يكون في الوسط؟ طبعا يعني المعطيات السياسية، يعني هناك معادلة في العلاقات الدولية تسمى معادلة القوة، كل دولة تضع أمامها مجموعة معطيات، هذه المعطيات تصب بالنهاية بقوة الدولة واستمرارها وشكلها وفقا لمواردها الطبيعية، سكانها، نموها الاقتصادي، الثقافي، العمل الحزبي، الحريات، جميع هذه المعطيات بمؤشرات معينة يقومون بتحويلها إلى أرقام، وبالتالي هذا الرقم يؤثر بشكل أو بآخر على سياق وقوة الدولة. عندما تبحث عن هذه المعطيات وتضع العراق في هذه صلب هذه المعادلة، تجد أن جميع المؤشرات يا إما ضعيفة أو يعني متراجعة كثيرا في كثير من الملفات، يعني حتى الملفات التي تتعلق بالموارد الطبيعية، لأن الموارد الطبيعية تحتاج إلى إدامة وتطوير، لكن هذه الموارد أيضا على المدى الطويل أيضا ستنفذ. لذلك جميع هذه المعطيات لا تبشر بخير للعراق والعراقيين، لأن جميع هذه المعطيات هي باتجاه معاكس لكثير من الدول. يعني هناك نمو في تركيا، هناك نمو في الخليج، نمو في دول حول العراق. لذلك العراق إما يبقى على حاله والدول الأخرى تتقدم أو يتراجع في كثير من الملفات. لماذا كل الدول تتقدم؟ لماذا كل الدول ليس عليها هذا التأثير الإيراني أو الأمريكي، في حين أن المقابر الجماعية هي سمة لا تكاد تفارق العراقيين؟ في بين الفينة والأخرى تظهر مقبرة جماعية، في حين أن الدول تتنافس على النمو الاقتصادي، تتنافس على التنمية الاجتماعية، تتنافس على التنمية البيئية. ما السبب في كون العراق دائما مستهدفا؟ ما السبب في كون العراق دائما المواطن العراقي مستهدف في كل شيء، في حياته، في أمنه؟
هو طبعا طبيعة مكانة العراق الجيوسياسية، مكانة العراق في ملف الطاقة، مكانة العراق الديموغرافية، جميع هذه المعطيات إيران تبحث عن سيطرة على العراق، تبحث عن المحافظة على ضعف العراق. يعني هناك عندما تبحث عن يعني سياق إيران في دعم هذه الميليشيات التي بدورها تحافظ على النظام، يعني هذا النظام ضعيف يحتاج إلى قوة، إذا استمر في هذه المعطيات قد يتراجع وينهار، وهي ساهمت ودعمت بميليشياتها للمحافظة على هذا النظام. إيران لا تريد إسقاط النظام ولا تريد تقوية النظام، إيران تريد المحافظة على ضعف النظام. لذلك هذه الميليشيات الموجودة حاليا هي تقوم بالمحافظة على ضعف النظام، لأن ضعف النظام هو مصلحة لها، لأن تاريخيا كلما كان العراق قوي كانت إيران ضعيفة، وكلما كانت إيران قوية تؤثر على العراق ويضعف العراق. لذلك نفوذ إيران الآن يسعى بشكل كبير للمحافظة على هذا الضعف، وأي محاولة لكسر هذا الضعف، يعني مشروع الصدر على سبيل المثال، من الممكن أن يحدث طفرة معينة، حتى لو هو يحقق مصالح التيار الصدري، لكنه ممكن أن يؤثر على الدولة ويدفع باتجاه تقوية جزء من النظام. يا ترى أين أستاذ مجاهد، تحول بالسؤال دكتور يحيى، يا ترى أين زعماء الميليشيات أو زعماء السياسة في النظام الحالي في العراق من هذه الجرائم التي ترتكب؟ يعني معتقلات مليئة بالمواطنين العراقيين، بتهم عبر المخبر السري، عمليات تعذيب قائمة على قدم وساق، مقابر جماعية، عمليات اغتيالات. هذا النظام الذي انبثقت ضده وتفجرت ثورة تشرين من الشباب العراقي الرافض لهذا النظام، هل ترى أنه الآن على حافة الهاوية؟ حقيقة أن النظام العراقي يواجه ثورة حقيقية من ثوار تشرين ومن كل الوطنيين، لذلك هذا النظام يمارس كل أشكال القمع ضد المواطنين العراقيين، سواء بزجهم في السجون أو ارتكاب جرائم القتل الجماعي لهم فيما تحدثنا عن هذه المقابر الجماعية. ولكن هذا النظام رغم ضعفه هو مدعوم دوليا، نعم، حيث حتى إن الأنظمة العربية المجاورة هي تدعم هذا النظام الفاسد وتريد أن يبقى العراق ضعيفا، وهي لا تسعى من أجل انتشال المواطن العراقي مما هو فيه، وإنما هي تريد مشاركة النظام الإيراني في سرقة موارد العراق وفي السيطرة على مقدراته. هذا يجب أن يفهم المواطن العراقي، لا توجد هناك أي جهة تحاول أن تنتشل العراق مما هو فيه، فالعراق هو مركز القوة الكبير في الموارد، ولكن يتعرض للسطو والنهب من قبل أمريكا وإيران وبعض الأنظمة الأخرى، والتي أيضا هناك من يحاول أن يدخل شريكا لإيران في هذه السيطرة. ثانيا، إن هذه الميليشيات التي تمارس القتل والإجرام، وهي في الوقت ذاته تمول نفسها من موارد العراق لدعم أذرعها المسلحة في مناطق أخرى مثل حزب الله والحوثي وغيرها، كلهم هؤلاء يأخذون تمويلهم من العراق ومن الموارد العراقية. لذلك هذا ليس غريبا أن تذهب إلى مركز أو كذا في بغداد لترى بأن هناك ما يسمى المقاولات أو كذا تعطى لأشخاص من حزب الله من لبنان أو من اليمن أو من مناطق أخرى من المعارضة البحرينية أو غيرها. كل ذلك يجري تحت أنظار أمريكا وتحت أنظار إيران وتحت أنظار الأنظمة العربية. لذلك هذا العراق يراد منه أن يبقى ضعيفا هشا حتى لا يشكل أي ثقل في المنطقة، ومن أجل أن تلعب هذه الأنظمة على وتر ضعف العراقيين والضحك على ذقون السذج بأنها تسعى لإنقاذ العراق بجعلها هذه الورقة. ومع ذلك أيضا يستخدم العراق كورقة كما قلت سابقا من أجل أن تذهب هذه الأنظمة لإحداث التطبيع أو لإحداث التوافقات مع جهات أخرى على حساب العراق، ومنها إيران أيضا
في مفاوضاتها عبر الملف النووي مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولذلك فإن ما يجري في العراق من جرائم هو مهم جدا لو كانت هناك منظمات لحقوق الإنسان حقيقية تعمل على إنصاف الناس المظلومين ومن أجل رفع هذه الحقوق إلى جهات حقوقية أو إلى محكمة الجنايات الدولية. فما ارتكب في العراق من جرائم يندى لها جبين الإنسانية وهي تصل إلى جرائم إبادة جماعية لكثير من أبناء العراق، إلا أننا لم نجد هناك من يحرك ساكنا في وقت أن أمريكا جاءت بنفسها لتحاسب نظام بأنه قتل 80 شخصا في مكان معين، في وقت هي ارتكبت جريمة واحدة بقصف ملجأ العاملية بقتل أكثر من 700 شخص، وارتكبت مئات الآلاف من الجرائم خلال هذه 20 عام في العراق، من قتل بعوائل بأكملها، ومن إبادة أحياء بأكملها، ومن صناعة لمنظمات الإرهاب والميليشيات كلها تحت عين أمريكا وتحت إيران والأنظمة الحاقدة من أجل قتل العراقيين ومن أجل السيطرة على مقدرات العراق وجعله ممرا لهذه الميليشيات ولهذه العصابات أو المافيات. لذلك في العراق لا توجد أخي دولة، الذي يتحكم بالقرار العراقي هم مجموعة عصابات جاءوا من الشوارع، لا يملكون شهادات ولا يملكون قيم ولا ينتمون للعراق ولا ينتمون لشعب العراق. أي شخص فيهم لديه غيرة أو شرف قد قتل أهله أو أبناء عشيرته وخرج ووقف موقف الرجال وقال لماذا تحدث هذه الجرائم بحق الأبرياء؟ ما الذي تطلبه إيران منا؟ وما الذي تطلبه أمريكا منا؟ وما الذي تطلبه الأنظمة الأخرى من قتل الأبرياء؟ هذا النظام السياسي الفاسد الذي لا هم له إلا بسرقة هذه الأموال وتحويلها إلى البنوك الغربية نعم، اسمح لي أن أقول للأستاذ مجاهد قبل أن أختم الحلقة. أستاذ مجاهد، يعني من بيده تخليص العراقيين من المقابر الجماعية، من الظلم، من الاعتقال، من الاغتيال؟ من بيده أن يجعل العراق عراقا آخر؟ طبعا المؤشرات، لا مؤشرات دولية على التدخل. هناك انكفاء أمريكي، انكفاء غربي على العراق. القرار التغيير يجب أن يقوم به العراقيون أنفسهم من خلال إما الاعتراف بهذا النظام بشكل أو بآخر، بتشكيل أحزاب، الدخول في العمل الحزبي والتغيير من الداخل. حاولت قوة تشرين محاولة بسيطة بدون، ولكنها ناجحة. يعني إلى الآن لا تستطيع أن نقول عليها ناجحة أو فاشلة. الوقت هو الذي سيحدد هل هي نجحت أم لا، لكن هي مبادرة جيدة وممتازة في ظل وجود أحزاب مهيمنة منذ أكثر من 20 عاما. كسر هذا الحاجز هو بحد ذاته نجاح أكيد. يعني ولادة أحزاب جديدة ووصولها إلى البرلمان وتغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية بحد ذاته هذا يعتبر إنجاز لهذه القوة. لكن التغيير في الحقيقة لو يعني عدنا بالذاكرة قليلا، التغيير يقوم به المكون الشيعي، سواء بقوة تشرين الذين هم لا ينتمون لأحزاب أو بأحزابهم السياسية. لماذا؟ لأنهم مهيمنين على القرار الاستراتيجي للدولة. يعني القوة مثلا على سبيل المثال الجانب الكردي حاول بخيار الاستفتاء وفشل. ولكن القرار كما تعلم بيد إيران. ليست جميع القوة بيد إيران في الحقيقة. يعني هناك تأثير إيراني كبير في العراق، نعم. هناك حلفاء لإيران، نعم. يعني بالمختصر أستاذ مجاهد، هل ممكن أن نشهد ثورة تشرين أخرى أو مشابهة لها؟ هو يعني الآن لا يمكن أن نشهد مرة أخرى هكذا ثورة بدون مشاركة بعض الأحزاب. يجب أن تشارك أحزاب قوية مع تشرين وتؤمن بالتغيير كما يفعل الآن التيار الصدري. لكن هذا السياق قد يكون فيه كثير من عدم الثقة كما حصل. التيار الصدري دعا قوة تشرين للمشاركة، لكن المشكلة يعني كما يقول المثل أستاذ مجاهد، ونشكرك شكرا جزيلا، أنه الحمى من القدمين. يعني لا يمكن أن يكون هناك تغيير
بمشاركة هؤلاء المشاركين في الحكومة وهم سبب رئيس في ضياع حقوق العراقيين لعشرين سنة. أشكر ضيوفي الكرام، ضيفي في الاستوديو الأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي، ونشكر أيضا الدكتور يحيى السنبل أمين سر شيوخ عشائر الثورة العراقية. شكرا لك دكتور. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.